تغيير رزنامة العطل الجامعية للسنة الجامعية 2018-2019 مع تقديم كل العطل عن موعدها المحدد حسب ما كشفت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها نشرته اليوم، أين كشفت على تقديم العطلة الربيعية إلى يوم الأحد 10 مارس بعدما كانت مبرمجة يوم 21 من الشهر الجاري مع تمديد العطلة لغاية يوم 4 أفريل المقبل. أطول عطلة ربيعية في تاريخ الجزائر عرفتها الجامعة الجزائرية. هذا الإجراء كتقديم العطلة أولا تم دون استشارة أي جهة أو أي طرف، يعني تفاجئنا بهذا القرار يعني في 24 ساعة صدر بتقديم العطلة الجامعية إلى تاريخ الغد يوم الغد أي يوم 10 مارس. طبعا هذا القرار هو قرار ارتجالي صدر عن الوزير لوحده دون أن يشاور أي جهة، وطبعا في هذه الحالة فهو يتحمل لوحده تبعات هذا القرار الغير مسبوق في تاريخ الجامعة الجزائرية. 21 يوما من العطلة الربيعية سيستفيد منها الطلبة الجامعيين، بحيث يأتي هذا القرار من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ عدة أسابيع. احنا تفاجأنا كما تفاجأتوا انتم بالتغيير تاع الرزنامة، هي كانت لو 21 مارس ولات لو 10 مارس. معلومات اخرى ما عندناش، ما على بالناش درك منا الغدوه ان شاء الله ولا حاجه نشوفوا التغيير هذا علاه تندار وش الاسباب تاعو، ما عندناش معلومات كبيره عليه، رانا متفاجئين كيفنا كيفكم. كما جاء في البيان ان هذه التغييرات لا تنطبق على الموظفين الاداريين والتقنيين واعوان المصالح، كما تم تحديد العطله الصيفيه بتاريخ 11 من شهر جويلية والى غايه يوم 2 من شهر سبتمبر.